السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب الناس كلها تكون بخير. والنهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوعنا عن لايت روم موبايل. ناس كتير قوي سالتني على انت ليه ما بتنزلش حاجات على لايت روم موبايل. طيب النهارده ان شاء الله هنشرح كده كذا حاجه على لايت روم موبايل. برنامج دوت من احسن برامج الموبايل اللي انت تقدر تعدل عليها الوان، سواء انت مصور بكاميرا او انت مصور بموبايل، فانت هتطلع من عليه نتيجة احترافية. طيب اول حاجه هنعملها هنا هنفتح لايت روم موبايل. طبعا لايت روم موبايل ده نسخه مجانيه، انت ممكن تنزله سواء انت موبايلك اندرويد او موبايلك اي او اس ايفون، فانت ممكن تنزله من على الستور بتاعك عادي جدا مجانا من غير اي فلوس. طيب هنفتح دلوقتي ابلكيشن لايت روم موبايل. هتجرب بقى تفتح اي صوره عندك، مثلا هنفتح الصوره دي كده، فهيبدا يجيب لك خيارات كتير قوي تحت. طيب اول حاجات على الشمال ديت سيلكتيف وهيلينج براش، دول بريميوم، دول انت لازم تشتري النسخة المدفوعة عشان تقدر تستخدم الحاجات دي. لكن هنا عندنا بقية تظبيط الإضاءة وبقية الحاجة التانية اللي هنحتاجها في الصور بتاعتنا، فدي مش هيبقى مدفوعة، نسخة مجانية. أول حاجة هنا كروم. طبعا أنت لما بتيجي تظبط الصورة بتاعتك فبيطلع غلطات في الصورة أو حاجات في حرف الصورة فأنت مش عايزها، فبتبدأ إن أنت تعمل مثلا الصورة كروب زي كده، ويبدأ يظهر لك الخطوط اللي موجودة ديت عشان أنت تبدأ تحدد الصورة بتاعتك تظبط. طيب أنا هخلي مثلا الصورة كده، ممكن برضو تجيب الصورة كده يمين شمال، بس هي عامه الصوره كده مظبوطه معايا. وبعد كده بعد ما نخلص هتدوس على علامه الصح اللي فوق ديت. بعد كده هنا هتلاقي كلمه لايت، هتدوس عليها هيجيب لك اختيارات كتير قوي وهنشرح كل حاجه فيها. هنا عندك اول حاجه الاكسبوجر ديت، الاضاءه العامه بتاعت الصوره. لو الاضاءه العامه عاليه معاك قوي فانت تبدا تقللها من الاكسبوجر، لو الاضاءه قليله معاك تبدا ان انت تعليها شويه. هنا عندنا الكونتراست، ده التباين في الصوره، لو انت عندك التباين عالي فانت ممكن تقلله. هنا انا بستخدم الكونتراست ان انا بقلله شويه عشان يبدا يدي نعومه شويه على البشره، ويبدا مثلا لو في اي خطوط في البشره هيبدا ان هو يعمل لها سوفت شويه. طيب هنا عندنا الهايلايت ديت، الحاجات اللي الاضاءه فيها عاليه قوي، فهنا انت لما بتقلل الهايلايت فبيبدا يقلل لك الحاجات اللي الاضاءه بتاعتها عاليه في الصوره. وهننزل لتحت هنا كده هتلاقي الشادوز. الشادوز ديت الاماكن اللي هي فيها الظل. هنا انت مثلا لو عندك بصينا تحت العينين فهنلاقي اماكن فيها ظل، فاحنا لو علينا الشادوز شويه فهتلاقي قلت. لو عكسنا كده قللنا الشادو فهتلاقي الحته ديت زادت شويه، فانا هبدا عليها شويه. هنا عندنا الوايتس ديت، اللون الابيض في الصوره. هنا انت عايز اللون الابيض لو عايز تقلله او لو عايز تعليه. هنا انا هقلله واخليه على سالب 58. عندنا اخر حاجه هنا موجوده في القايمه ديت وهي البلاكس. البلاكس ديت اللي هي اللون الاسود او السواد عامه في الصوره. هنا انت لو عايز تشبعه لو هتعليه كده فهو هيبدا يقلله لك، لكن لو هتبدا تقلل كده فهو هيزود لك اللون الاسود في الصوره. فهنبدا ان احنا نعليه شويه كده عشان نبدا نظبط اضاءه شويه للصورة. طيب هنشوف كده الصوره بيفور وكده الصوره افضل. هتلاقي ان الصوره اتظبطت معاك والاضاءه بتاعتها اتظبطت معاك. طيب هنا في حاجه، الصوره هنا طالعه زي ما انت شايف برتقاني، يعني في حاجه، في مشكله في الوايت بالانس. نظبط ده ازاي؟ ودي مشكله بتواجه معظم الناس. هنخش هنا على كلمه كلر، فيبدا ان هو يجيب لك اختيارات. اول حاجه تمب وتنت وفايبرنس وستيرو. طيب نبدا اول حاجه بالتمب والتنت، دول الحاجتين في الوايت بالانس هنبدا نلعب فيهم. لو الصوره بتاعتك زرقاء قوي فانت تبدا تيجي ناحيه اليمين، لو الصوره بتاعتك مصفره فانت تبدا تيجي ناحيه الشمال، فاحنا هنجيبها ناحيه الشمال شويه، نخليها على 14 ونخلي التنت على 9. هنا فايبرنس وستروشن، دول الفايبرنس والستروشن دول بيتحكموا في تشبع الالوان، فاحنا لو زودنا كده الفايبرنس والستروشن فهتلاقي الالوان بقت اوفر شويه. مستحسن ان انت ما تعلقهاش قوي عشان الالوان ما تبقاش فيك معاك، يعني هنخليها مثلا كده. انا عملت الفايبرنس على 4 وعملت الستروشن على 6. هنشوف كده الصوره بيفور وكده افتر، هنلاقي تغير كبير قوي. طيب هنرجع بقى نطلع على فوق، هنلاقي اختيار فوق على اليمين كده اسمه ميكس، دوت هندوس عليه هيجيب لك هنا كل الالوان، اللون الاحمر لحد اللون اخر لون على الشمال. الالوان دي كلها تبدا ان انت تتحكم فيها. يو ده بيغير لك اللون نفسه، ستروشن تشبع اللون اللي انت واقف عليه، واللومينيز دوت الاضاءه، سواء انت عايز تفتح الاضاءه وتقلل الاضاءه بتاعت اللون نفسه. طيب هنبدا اول حاجه، انا مش
هعمل حاجة في الأحمر، هاجي هنا عند البرتقالي اللي عندي فيه مشكلة، هبدأ أظبط هنا في اليو وهاجي على الستروشن هبدأ أقلله شوية، والليمونيس هبدأ إن أنا برضو أقلله شوية هنا. فهتلاقي هنا عندك الصورة، شايفين دي الصورة بيفور ضايعة خالص، وهنا أفتر بعد ما ظبطنا الموضوع ده. طيب نرجع بقى للون الأحمر هنا، هنا اللون أحمر أوي في الصورة، فهنبدأ نخليه مثلا كده هنخليه على 10، وبعد كده الستروشن هنقلله شوية خليه على سالب 7، وهنا عندك الليمونيس هقللها شوية عشان الإضاءة بتاعتها عالية فهخليها على سالب 30، قلل هنا على اللون الأصفر. طيب هبدأ كده أظبط اللون الأصفر، هخلي الهيو على سالب 8، والستروشن هقلله شوية هخليه على سالب 19، والليمونيس هخليها على سالب 33. طيب نبدأ هنا ننقل على اللون الأخضر، هنا أنا مش شايف ألوان أخضر في الصورة فهبدأ إن أنا أزوده فهرجعه زي ما كان كده، هبدأ إن أنا أخش على اللون دوت وأبدأ أظبط فيه شوية حاجات كده بس. فهبدأ بقى إن أنا أخش إيه على اللون اللي هو دوت اللون البنفسجي، وهبدأ إن أنا أظبط فيه شوية حاجات كده، هبدأ إن أنا أخلي الهيو على سالب 9، وأبدأ إن أنا أخلي الستروشن على سالب 30، وهبدا ان انا الليمونيس اعليها شويه اخليها على 26، اخر لون خالص دوت هخلي الهيو على سالب 18، الستروشن اخليها على سالب 36، الليمونيس اخليها على سالب 30. طيب كده الصوره بعد ما خلصت، لو نشوف الصوره بيفور زي ما انتم شايفين دي كده الصوره بيفور، ودي كده الصوره افتر. فزي ما انتم شايفين احنا كده ظبطنا الصوره على اللايت روم، هندوس ضمن هنا. طبعا انت لو عايز بقى تزود شويه حاجات، في حاجات تانية هنعرفها اكتر مره في مره على اللايت روم، اعمل لكم ان شاء الله لو حابين اعمل لكم دروس تانية عن لايت روم موبايل، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات. ده كده كان درس النهارده، قولوا لي ايه رايكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، اكتب لي تحت كومنت برايك، شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كل سنه وانتم طيبين، مره تانية نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.